السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. والنيكست جينيريشن نتاع انفيديا باسكال، جينيراسيون جديده نتاع لي كارت جرافيك نتاع انفيديا جي تي اكس 1080 و جي تي اكس 1070، لانه نسيت عليهم انفيديا في ليفينمون نتاعها نتاع اللونش نتاع البرودكتس الجدد هذوما. فرشت على الستريم، اي واز بلون اواي بالحق، مش عادي هكا ليفينمون، مش عاديين دي زانونسمون، زلزال في عالم لي كارت جرافيك. دونك قررت باش نعمل فيديو على اللي صار في الايفينمون ونحكي لكم على لي كاركتيرستيك نتاع لي دو كارت جرافيك هذوما. So without wasting any more time نتاع tech source, let's begin. اول حاجه بدات بها انفيديا في الايفينمون هي سلوغان جديد نتاعها اللي هو 10 gaming perfected، يعني للسيريز الجديده نتاعها اللي تبدا بالعشرة وبعد يجيو ال80 وال70 والكل. بدأت أول حاجة حكيت على جي تي اكس 1080، حكيت على كل شيء من كلوك سبيد والباندويث والتي دي بي، كل شيء حكيت عليه في الجي تي اكس 1080. أما جي تي اكس 1070 ما عطتنيش حتى شيء بخلاف الميموار متاعها، الميموار جرافيك والسوم متاعها والسوم متاع الفاوندرز اديشن. بالنسبة للستاتيستيك متاع جي تي اكس 1080 وجي تي اكس 1070، عنا الكودا كورز 2560 في ال 1080، بيس كلوك 1607 ميجا هرتز، البوست كلوك يعني في الفول بيرفورمانس نتاع ال 1080 عن 1733 ميجا هرتز بالنسبه للميموار، 8 جيجا جي دي دي ار 5 اكس، مش ال 5 القديمه تنحكي لكم عليها بعد. بالنسبه للميموري سبيد 10 جيجا هرتز، بالنسبه للميموري باندويث عندنا 320 جيجا بايت بير سكند، مش نورمال. بالنسبه للتي دي بي 180 وات زايده 15 انوات على كارت جرافيك القديمه اللي هي 1080، مش ديفيرونس كبيره بارابور للبيرفورمانس نتاع ال 1080 الجديده. سوم جي تي اكس 1080 599 دولار بالنسبه للفيرسيون العاديه او 699 دولار بالنسبه للفاوندرز اديشن اللي فيها دي كومبوزون خير على حسب ما قالت انفيديا، يعني شويه بيرفورمانس خير خاطر ريفرنس كارد. بالنسبه للجي تي اكس 1070 نقاو فيها 8 جيجا دي دي ار جي دي دي ار 5 العاديه مش ال 5 اكس، وقالت لنا زاد على السوم نتاعها اللي باش يكون 379 دولار، وما قالت حتى شيء اخر على جي تي اكس 1070. بالنسبه لعلاش اختارت انفيديا جي دي دي ار 5 اكس، الاكثريه خاطر الاتش بي ام 2 اللي هي الجينيراسيون الجديده نتاع الميموار اللي باش نشوفوها ممكن عوايم ولا عامين اخرين بعد ما توفى جينيراسيون نتاع الباسكال، ولا ممكن تكمل بالباسكال وبعد تزيد الاتش بي ام 2، خاطر الباندويث نتاع الاتش بي ام 2 باش يكون سيرمون خير من الجي دي دي ار 5 اكس، لكن الاكثريه الاتش بي ام 2 باش تكون ممكن عند الفاير برو نتاع AMD، مش يكونوا للتسلا ستاف يعني نتاع انفيديا، هيك لي كارت جرافيك اللي يستعملوهم في معناها لي زورديناتور هيك الجن برشا لي بروفيسيونيل، ومازال بعاد على الكونسيومر ستاف يعني العباد اللي كيفنا واللي كيفكم، معناها جيمرز نورمال جوست حاجتنا باش نلعبوا كل. دونك اتش بي ام 2 مازالت ما وصلتش للنيفو نتاع الكونسيومر. بالنسبه للمنظر، ديزاين جديد بالنسبه للكارت نتاع الفاوندرز اديشن اللي سومها 699 دولار اللي باش تكون ريفرنس كارد، يعني هيك الكارت ريفرنس نتاع جي تي اكس 1080 و 1070. زاده منظرها جديد، معناها يشبه هو للديزاين القديم، لكن تو كلها مثلثات، يعني منظر كله دي تريونغول وكل، وعجبني برشا الديزاين وباش يحل برشا افاق للبرودكت فوتوغرافي للناس اللي تصور لي برودوي، وخاطر منظرها يشبه برشا للسوبر كار، ما نعرفش معناها ريزر وبرشا شركات هكايا ماشيين للستيل نتاع السوبر كارز، يعني عباره سوبر جي بي يو في البي سي نتاعك. هكايا الفاوندرز اديشن اللي باش يكون سومه 699 دولار باش يكون منظرها هكاك، وبالنسبه لل 599 دولار هكايا الموديل اللي باش يركبوا عليه معناها سيستم نتاع تبريد تاع كولينج اخر من شركات اخرين كيما جيجا بايت وايزوس وام اس اي، معناها الشركات اللي بعد باش ياخذوا الكارت نتاع انفيديا ويزيدوا عليها الانظمه نتاع التبريد نتاعهم، معناها كيما توين فورس نتاع ام اس اي وستريكس نتاع
از يوسول كل حكايتك هي. بالنسبه للتاي نتاع الكارت قعد هو بيدو بريست، يعني ما تبدل حتى شيء في لي ديمونسيون نتاع الكارت، حتى بالديزاين الجديد ما تبدل شيء في لي ديمونسيون نتاع الكارت، قعدوا كيما تايتن اكس وال 980. وبالنسبه للاي او يعني لي بور اللي نلقاهم من تالي، نلقاو ديسبلاي بورت 1.4 هاي دايناميك رينج، يعني فيها التكنولوجيا نتاع الاتش دي ار اللي تعطيك دايناميك رينج خير في التصويره، تخرج لك سورتي 4K 120 هرتز. بالنسبه للريفريش ريت للناس اللي عندهم الايزوس روج سويفت واللي زيكرون اللي مكنوهم من ريفريش ريت هيكية في 4K، بالنسبه للاتش دي ام اي 2.0 نلقاو 4K 16 هرتز، يعني للمونيتور 4K اللي موجودين في السوق بريسك الكل نلقاو فيهم الريفريش ريت هذايا. بالنسبه للدي في اي للناس الزويول اللي ما ينجموش يلعبوا في الريفريش ريت هكا يستعملوا دي في اي واللي صعيب ياسر ممكن للمونيتور زايده ولا حكايه جوست حاطينها هكا كبرى، يعني دي في اي عاديه. بعد الناس كل قاعده تبيع تكيرات جوست بور واحده 8 بين بالنسبه للكورون، يعني 180 واط بور واحده راهو صعيبه برشا باش تصير في ديكارت جرافيك من القيمه هذه، يعني التوب الحاجه التوب تو عند انفيديا وتستعمل في 8 بين برك يعني مش عاديه، وانفيديا بالحق خدمت برشا على حكايه الدي دي بي والاقتصاد في الكورونا. انفيديا زادت فيشت بالباسكال نتاعها 16 نانومتر في الارشيتكتور الجديده نتاع باسكال، وجي دي دي ار 5 اكس قالت زادة انه الكارت جرافيك هذه 1080 باش تكون خير من زوز 980 في الاس ال اي، يعني زوز كارت جرافيك جي تي اكس 980 يخدموا مع بعضهم 1080 اقوى منهم، يعني بالحق حاجه توقف المخ. وقالت اللي خير اللي 1080 باش تكون خير مرتين من تايتن اكس في الكورب هذه كيما تنجموا تشوفوا. زاد نعرفوا ان انفيديا تخدم برشا على حكايه الفيرتوال رياليتي، الناس كل ماشيه في التيار هذايا نتاع الفيرتوال رياليتي الله اعلم وين باش نوصلوا به، وتويك بعد ما هبطت الكونسيومر فيرجن نتاع الاتش تي سي 5 والاوكيوليس ريفت، يعني الناس كل نجم تاخذهم، لكن نعرفوا اللي الفي ار يطلب برشا قوه يعني بي سي قوي. دونك انفيديا خدمت في الكارت جرافيك هذوما على الفي ار، وتويكا قالت اللي تعطي دو فوا البيرفورمانس اللي باش تعطيها لك تايتن اكس في الفي ار، وثلاث ثلاثه مرات اقل كورون من تايتن اكس، وهذا حاجه توقف المخ. زاد حاجه اخرى لاحظت انه انفيديا هالمره عملت عباره عدد جينيراسيون اخرى، معناها نعرفوا اللي جي تي اكس 980 كي هبطت قالت انفيديا اللي هي 25% خير من 780، يعني معقوله البيرفورمانس، يعني ديفيرونس مو شكل او ماي جاد، معناها 25% معقوله، لكن هالمره من 980 لل 1080 ل 1080 عملت 75% بيرفورمانس خير، يعني عباره عدات دو جينيراسيون اخرين من الباسكال للي كنا عليه قبل اللي هو الماكسويل في بالي حاجه هكا. دونك بالحق معناها انفيديا كلي حطمت لي برودوي القدم نتاعها، معناها كي تقول لك انت 1080 خير مرتين من تايتن اكس وبريسك باش تر حقها اللي هو 599 دولار، يعني قضات على لي برودوي القدم نتاعها. اكيد باش نشوفوا الاسوام تطيح نتاع لي كارت جرافيك القدم، دونك الله اعلم شنو اللي باش يصير. المهم انفيديا وقفت المخ سيرتو بالسوم نتاع الكارت جرافيك، نعرف اللي السوم بعيد على المقدور الجيمر التونسي، لكن بالنسبه للجيمرز البرا 600 دولار بالنسبه لكارت جرافيك ماهمش حاجه كبيره. دونك باش نعملوا ريزومي للي صار، جي تي اكس 1080 باش تكون سومها 599 دولار بالنسبه للموديل اللي باش يبداو، معناها يبداو منه الاسوام لل كولينج ستاف اللي باش يهبطوا بعد مع لازيوس والجيجا بايت والكل الشركات الاخرين. وبالنسبه للفاوندرز اديشن اللي هي الريفرنس كارد باش يكون سومه 699 دولار، والكارت باش تهبط في 27 ماي يعني قبل عيد ميلادي بنهار. جودت. بالنسبه للجي تي اكس 1070 باش تهبط في 10 جوان سومه 379 دولار بالنسبه للفيرسيون شو اسمه العاديه، و 449 دولار بالنسبه للفاوندرز اديشن يعني الريفرنس كارد. دونك جينيراسيون جديده برشا جو جديد. بالنسبه للبنش مارك اذا كان تحبوا تشوفوا فيديو اخر تو نحاول نمد لكم الاشين الاخرين خاطر انا ما نجمش نجيبهم لكارت جرافيك هكوما، ميبي ممكن العام الجاي نخشي 1070 في البي سي جديد، خاطر تو عندي الهدف الاول هو الكاميرا باش نحسن لكم في الكاليتي باش تعرفوا قداش نحب نخدم عشان قبل حتى روحي، يعني نفضل في الشين حتى على روحي. ما علينا، المهم ان شاء الله عجبكم الفيديو
كان معكم احمد كاب وموقع تينيزي جيمرز. اذا كان عجبك الفيديو حط لنا لايك، اذا كان ما عجبكش حط لنا ديسلايك، كومنت، شير، سبسكرايب. مرحبا بكم، اتسي يا جايز في فيديو جديد. تشاو.